هذه خامس ركلة جزاء يضيعها فريق مانشستر سيتي من آخر 7 ركلات جزاء حصل عليها. ستيرلينج ضيع، غوندوغان ضيع، جابرييل جيسوس ضيع مرتين، وها هو أيضا أغويرو يعود ليضيع. ولا أدري يعني سنتحدث عن ركلة الجزاء، لكن يجب أن نشاهد أولا الهدف. الهدف الذي جاء في الدقيقة 80، رياض محرز النجم العربي الجزائري قدم الكرة إلى جابرييل جيسوس بديل أغويرو الذي نجح في إحراز الهدف. كان ذلك في الدقيقة 80. أظن أنه فوز مستحق لمانشستر سيتي في مباراة اليوم، فعل كل شيء من أجل أن يفوز وفاز في النهاية. Yes, I think the كلامك صحيح. لقد كانت مباراة صعبة على الجانبين، وقبل المباراة تحدثنا عن المقاربة من قبل مان سيتي وليستر سيتي. يبدو أن سيد بيب غوارديولا تأقلم مع مجريات المباراة، ويبدو أنه جهز اللاعبين نفسيا بطريقة جيدة لهذه المباراة ومباراة البرنابيو ضد ريال مدريد. المان سيتي طبعا بين وأنه أقوى بعض الشيء من ليستر سيتي، والهدف يبين وأن جيزوس يمكن أن تموقع بطريقة جيدة وراء المدافعين، وفوكس تشوش ذهنه، ومحرز تمريرة جيدة وإنهاء هجمة جيدة من جيزوس. ولكن المان سيتي كان أحسن في الشوط الثاني من ليستر سيتي. باللمسة الواحدة جاء الهدف، لمسة واحدة في التمرير من محرز، لمسة واحدة من جابرييل جيسوس في المرمى، وقبل ذلك لمسة واحدة من ضربة جزاء ضاعت من أغويرو. لكن في النهاية أعتقد أنها كانت جود ريهرسل أو بروفة جيدة لمانشستر سيتي قبل أن يلاقي ريال مدريد. طبعا أنا عجبني الأداء، وخاصة من النواحي الدفاعية. معظم أوقات المباراة إزاي التعامل مع السرعات الموجودة، سواء في الشوط الأول بالسرعات بتاعت فاردي أو السرعات في الشوط الثاني مع بارنس وفاردي، التعامل معاه كان تعامل جيد بالنسبة للفريق. إنما تمريرة محرز هي 80% من الهدف، 80% من الهدف وتوقيتها كمان. لا أدري نظر أو بدون أن ينظر حتى. طبعا فالنهاردة جيسوس اتحرك كويس، إنما أيضا قدرات ومهارة لعيب وسط ملعب مميز زي رياض محرز، إزاي يحضر له الكورة كويس، إزاي يبقى فيه تبادل الأدوار ما بينه وما بين محرز، إزاي يستنى التوقيت المناسب. التوقيت المناسب توقيت مهم جدا، وعمل اللي مش متوقعه المدافعين. نعم. وحنية الباص، حنية يبدو لي نظر بعض التمرير. طبعا نعم. حاله سهلة، بتسهل له مأمورية المهاجم، فدي قيمة النوعية اللاعبين اللي في المباراة الكبيرة يجيب لك الثلاث نقاط. بمهارة لعيب مع التمركز ومع تغيير مميز من جوارديولا جاب لك 3 نقاط أمام فريق منظم. النهاردة ليستر عمل أداء كبير، أداء جيد، في توازن رغم الغيابات الموجودة، وخاصة أداء استحقاق التعادل طبعا. فعشان كده أشوف أنه هو أداء مميز لليستر. ربما الأداء الدفاعي كان مميز بالنسبة له معظم أوقات المباراة، إنما في بعض الأحيان اللاعبين بتفقد التركيز، بتفقد تمركزها الجيد في استخدامها النوعين المميزة زي رياض محرز وجيسوس اللي جابوا هدف مميز بالنسبة لي. أرجع لضربات الجزاء، ما زلت أقول طالما عندك دي بروين في الملعب كل كرة ثابتة لازم يلعبها، كل كرة ضربة، ضربة جزاء، ضربة ركنية، فاول شمال يمين، هو الوحيد اللي عنده المقدرة إن يقدر يتحكم في رجليه كويس، ورجليه كويسة. فالنهاردة علامة إن أنت تكون موجود أغويرو دي علامة استفهام. وأولا لما نشوف الإحصائيات دي، ضربة جزاء طبعا واضحة فيها الفار، لما نشوف إحصائية أو خالد أغويرو في ضربات الترجيح كلها ناحية اليمين، وضيع ضربتين قبلها وهو ما عندوش المقدرة إنه يغير ويحطها ناحية الشمال. فاش مايكل حافظ، في مدربين بتشتغل، في مدربين بتتابع، في مدربين حراس طبعا، في سكاوتين، في دراسة طبعا. النهارده ارجع واقول بقى اللي قالوا عليه جوارديولا، خلي ايدرسون يشوط، مش عاجبك دي برويني خلي ايدرسون حارس المرمى يشوط، مش هيبقى اسوأ من المهاجمين الموجودين. انما علامة استفهام لما تضيع مثلا يجي لك 9 ضربات جزاء، سبع بالاخر 7 ركلات ضيع، 5 ركلات فريق طبعا. غوندوغان ضيع، وستيرلينج ضيع، وجيسوس ضيع مرتين، وها هو ايضا اغويرو ضيع، ومن قبل محرز ضيع. ما جربش دي بروين. نحن نسال مدرب دي بروين، لماذا لا يسدد دي بروين ضربات جزاء برايك وكرات ثابته في كثيرة في مانشستر سيتي؟ إذا هو ليس مختص في التصدي لضربات الجزاء، ولا يريد أن يفرض نفسه على بقية اللاعبين. إذا اللاعب رقم 9 يحتاج إلى الأهداف، وكيفن دي بروين هو لاعب فريد من نوعه في الكرات الثابتة، ولكن هذا يعكس قلة الثقة في من يتصدى لضربات الجزاء. لم يحالفهم الحظ في الكثير من الدقائق الحاسمة واللحظات الحاسمة.
طبعا لابد ان تتحلى بالاريحيه في التصدي لضربات الجزاء. ويجب ان يفعل ذلك غوارديولا. لكن دكتور طارق، من سمات الفرق الكبيره ان الفريق لا يحبط، لا يسقط في يده. يعني في الدقيقه كم تقريبا 68 او 70 ضيع اغويرو ضربه الجزاء، وبدا ان فريق ليستر سيتي محصن ضد الاهداف، يعني حتى تسويبات، حتى تالق شمايكل في ركله الجزاء وفي غيره، وهجمات مرتدة خطيرة في بعض الأوقات من فاردي، لكن مع ذلك صمم وسجل الفريق سيتي. يعني هو رغبة الفريق في التسجيل كانت حاضرة للسيتي. يعني لما نتكلم عن عدد 18 تسديدة في طول المباراة، هناك في ضغط كبير جدا بالنسبة للفريق السيتي، هناك أدوات هجومية رائعة جدا. ترجمت هذه السيطرة وترجمت هذه الأدوات كانت يجب أن تكون على أرض الواقع، كانت حاضرة في بعض الأحيان. لكن احنا نرجع إلى